السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام الأحلى متابعين في الدنيا، ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بأحسن حال. النهاردة هنعمل مع بعض الجاتو بطريقة سهلة وبسيطة، وبالدقيق العادي بتطلع معانا كمية حلوة جدا. وعشان طبعا عيد الأم زي ما انتوا عارفين، فكل سنة وكل أم طيبة، وكل سنة وأمي وحماتي بأحسن حال وبأحسن صحة يا رب العالمين، ربنا يبارك لنا فيهم جميعا يا رب. يلا نصلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة معايا هنا 3 بيضات، هحط عليهم نص كوباية من السكر، نص ربع كوباية من المية، وهحط معلقة من محسن الجل، معلقة تكون كبيرة من محسن الجل، وده اساسي في الوصفة. محسن الجل بيكون شفاف مش ابيض، تمام. وبعد كده ارش رشة فانيليا او ربع معلقة من الفانيليا او ظرفين يعني زي ما حب. حطيت هنا كوباية الا ربع من الدقيق، ربع كوباية من النشا، معلقة من الخل، معلقة من البيكنج باودر. كل المكونات بحطها على بعضها بالشكل ده، وبعد كده بحط بضربهم لمدة 7 دقايق متواصلة لغاية ما تبقى القوام معايا كريمي مش سايل، بيكون متماسك وكريمي، تمام. لازم 7 دقايق متواصلة. وبعد كده هحضر صاج 30 في 40، هفرشه بقى ورق كراسة زي ما انا عملت، او ورق زبدة الموجود عندك بتعملي الصاج بتاعك. وده القوام لازم يكون قوام كريمي ومتماسك بالشكل ده. وبعد كده هسويه كويس جدا، تمام، واخبطه خبطتين على الرخامة. وبعد كده هولع الفرن على درجة حرارة 180، بيقعد 10 دقايق، ما بنطولش عشان ده سمكه رفيع وما ينشفش معانا. بعد طبعا ما نخرجه ونسيبه يبرد هنبدأ نقسم الجاتو بتاعي. فانا عملت المقدار ده، عملته مرتين، فانا عملت 3 صاجات، تمام. ممكن نحط السجق الديسكات دي فوق بعضيها وممكن لا، فزي ما انت حابة. فانا هبدأ اللي انا اقسمه واحدة بواحدتها، تمام، عشان انا هقطع احجام، يعني هقطع صغير وهقطع كبير على حسب اعداد الافراد اللي رايحه له الجاتو، تمام. فزي ما انت حابه بقى بتقطعي وبتشكلي. فانا هبدا بقى اقيس. فانت هتجيبي المسطره او تقيسي بالنظر لو انت هتاخدي بالك. انا جبت الاداه ديت فانا قست بيها وقصيت بقى زي ما انتوا شايفين هش ومرتفع وطري جدا. طبعا الجاتو بنتعامل معاه بحرص شويه عشان ما يتقطعش وما يتكسرش معاكي. فانا بدات بقى اقطعه بالشكل ده. وبعد كده هحضر شربات خفيف، تمام. انا بعمله كده على البارد، لو انت حابه تعملي شربات على السخن وتسيبيه يبرد اعملي، بس انا بعمل كده، بحط معلقتين من السكر او معلقه كبيره من العسل النحل على نص كوبايه من الميه. فزي ما انت حابه بتعملي وبتسقي الجاتو بتاعك. هو ما شاء الله طري، مش محتاج بس زياده اطمئنان اللي احنا نطلع نتيجه افضل. بعد بقى ما سقيته هحط الكريمة بتاعتي. الكريمة هنا ضربت 2 كوباية من الكريم شانتيه الخام على 2.5 كوباية من المية المثلجة على 2 معلقة من الباستر كريم على 1.25 كوباية من السكر. وده 1.25 كوباية بيكون طعم الكريمة ولا معسل قوي ولا يعني طعمه مظبوط والحلو، تمام. هبدأ بقى ارص الطبقات بالشكل ده، وكل طبقة طبقة بسقيها وبفرد عليها الكريمة بالطبقة المطلوبة، وبسويها على قد ما بقدر، بسويها كويس. ودي اخر طبقة، هبدأ احط الكريمة وافردها كويس جدا. اهم حاجة اخر طبقة تكون متساوية. هبدأ بقى افردها بالشكل ده، وابدأ اسويها بقى زي ما انتوا شايفين. هسويها كويس، وبعد كده هجيب الاداه المشرشاته دي، يعني اي شكل كده نعمله شكل، لو مش عندك بتعملي بالشوكه عادي يعني. فهبدا اعمل كده شكل زجزاجي بالشكل ده. طبعا هعمل بقيه الجاتو بتاعي للطبقتين التانيين، هبدا اعمل بالطريقه دي وبالشكل ده. وبعد كده هنجيب بقى جيلي تلميع، جيلي تلميع دوت على البارد، تمام. بروح بقى فرديه على وش الجاتو بتاعي، بيديله لمعه حلوه
وبحافظ على وش الجاتو اللي هو ما يشققش ما ينشفش كده، بل بيديله يعني لمعة حلوة يعني. تمام، ده وتجيلي كده تلميع على البارد، وهبدأ أفرده بالشكل ده على طبقة الجاتو. وبعد كده بقى هعمل الكمية كلها واحطها في الفريزر لمدة ساعة او ساعتين بالكتير. تمام، عشان تعرفي تقطعيه كويس لازم تحطيه في الفريزر عشان ما يهدرش معاكي ويطلع الخرطة متساوية زي ما انتوا شايفين. فانا بعد ما قطعته بالشكل ده جبت ورق الكب كيك، وبعدين عملت بقى كده يعني ايه، حطيته في الجاتوه عشان يدي شكل كويس. تمام، فانا قطعته بقى احجام زي ما انا عاوز، انا قطعت مثلثات وقطعت جاتو سواري وقطعت كبير، فزي ما انت حابه بقى بتقطعي وتقسمي على عدد يعني على عدد الافراد اللي انت ايه حابه تقدمي لهم الجاتو. تمام، فانا حطيته بقى في العلبه وهبدا ايه، بعد ما حطيته بالشكل ده هبدا بقى ازينه. كان عندي كريمه، طبعا الكريمه اللي انا ضربها فحطيت عليها معلقه من الكاكاو تدي ايه اللون الكاكاوي ده عشان تبقى نشكل في التزيين. فاعمل روزتات بالشكل ده، التزيين طبعا يرجع ايه لحضراتكم. وعملت بالكريمه اللي حطيت على الكريمه البيضاء نقطه من اللون الاحمر وادانا اللون البامبا ده عشان نغير ايه في التزيين. وطبعا التزيين زي ما انت حابه والموجود عندك، عندك فاكهه بتحطي، عندك كريسبي بتحطي زي ما انت حابه. هبدأ اعمل الروزتات بالشكل ده، وهعمل برضك روزتات من الكريمة البيضة عشان تبقى عندنا الثلاث الوان بامبا وبني وابيض عشان تبقى الدستة كده الدستتين، هما معمولين 24 قطعة تبقى تشكيلة يعني. وعندي جيلو هنا فراولة وعندي جيلو كراميل، هبدأ اعمل خطوط بالشكل ده، ده جيلو كراميل وعندي جيلو فراولة. هبدأ اعمل خطوط بالشكل ده، وكان عندي بقى كريسبي الوان، وكان عندي شوكولاتة اللي هي الصوابع، بدأت بقى احط كريسبي الوان والشوكولاتة اللي هي الصوابع بالشكل ده. عندي الوان وعندي اللون الذهبي زي ما انت تحبي بقى ايه زيني. ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة. شكرا على حسن المتابعة، والسلام عليكم.